أميرة بوراوي معروفة بالمواقف ديالها. الإسلام بدينا نسيسوا فيه. احنا ما كناش قبل العشرية السوداء اللي عشناها، نعم. ما كناش أغلبية مسيحية أو يهودية من بكري، احنا قرون حتى 132 سنة تحت الاستعمار الفرنسي وإحنا أغلبية مسلمة. بدات كتبان المؤامرة ديال فرنسا وسط البرلمان الأوروبي ضد المغرب. مجموعة برلمانية بالبرلمان الأوروبي، هذه المجموعة قال لك سيدي كتساند الجمهورية ديال القاطع والعجاج. نزاع في الصحراء الغربية في قلب جلسة عامة رسمية للبرلمان بدعوة من مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوريين لمراجعة دور الحكومة الفرنسية في النزاع. تهريب صحفية جزائرية أميرة بوراوي معروفة بالمواقف ديالها. الإسلام بدينا نسيسوا فيه. احنا ما كناش قبل العشرية السوداء اللي عشناها، نعم. ما كناش أغلبية مسيحية أو يهودية من بكري، احنا قرون حتى 132 سنة تحت الاستعمار الفرنسي وإحنا أغلبية مسلمة. وكنحيوها بهذه المناسبة، عندها مواقف مزيانة. كيقول لك تهريب ديالها، هاد السيدة كان القضاء طالبها، كنعرفوا الكبران اش كيديروا. أميرة بوراوي عندها الحكم قضائي، أولا الخروج تاعها نقص استفهام، كيفاش خرج من التراب الوطني، هذه أولا، وتواطؤ بلغ جهات معينة كاين فيه التحقيقات جارية من السلطات الجزائرية باش نكشفوا صدر كل النقاط على هذه القضية. هذه كي تكون التحقيقات توصل إلى نتيجة، هذاك الوقت حنا راحين نعطيو الحكم تاعنا. بمعنى كانت ستعتقل على المواقف ديالها. هاد السيدة خرجت من فوق الأراضي الجزائرية ومشات لتونس، عاد الحدود ودخلات ومشات من المطار وراها في فرنسا. شنو وقع؟ الكبرانات اليوم قال لك استدعوا السفير ديالهم للتشاور. معرفة السفير تاعنا استدعية للتشاور معاه، نخليو الأمور تجري مادام السلطة العليا في البلاد جاية للتحقيقات تاعها. نستناو ما 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 واش تقول التحقيقات هذه باش نكون عندنا موقف فيما يخص القضيه هذه بالذات. بارك الله فيك. هما قلبوها من فرنسا، ولكن هنا خصنا نقراو هذه المساله. هذه قال لك سيدي هما الكبرانات كيقول لك عمليه اجلاء سريه لرعيه جزائريه كان القضاء يتابعها. واش قلتوا هما ناعسين؟ انت اش كديروا كتقولوا بلاد وحنا قوه عظمى ماش بالقدرات تاع بلادها، يأمنوا بالقدرات تاع الغير، هما دايرين روحهم. ما الجزائر قوة ضاربة. أو واحد السيدة تخرج، أنت فين هي المخابرات عندكم؟ أنت فين هي المخابرات؟ أنت كيفاش خرجت؟ معنى البلاد بتقوى أي حاجة توقع. بمعنى هنا أي حاجة توقع، ملي كنقول لك مديرة تنظيم إرهابي يقدر يجي من يقدر يجي من الصومال ويوصل لوهران، راه كنهضر على حقها هي باينة هنايا. قال لك سيدي السفارة ديال فرنسا انتهكت السيادة ديالو. بوادر أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق بين الجزائر وباريس، هكذا وصف متابعون قرار الرئاسة الجزائرية الاستدعاء الفوري لسفيرها بفرنسا للتشاور. قرار الرئاسة الجزائرية سبقته مذكرة رسمية وجهتها الخارجية لسفارة فرنسا بالعاصمة الجزائرية، أدانت عبره ما وصفته بانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، أجلوا الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا بعدما غادرت الجزائر بطريقة غير قانونية. كتقولوا وجهكم وجه حمار ديال الجزائر، كيقول انتهكات مزيان، انتهكات لكم فرنسا، انتهكات لكم السيادة. قال لكم موظفين في القنصلية مع أمنيين فرنسيين هما اللي داو هاد السيادة. إذا هربت بوراوي من بلدها الجزائر بطريقة غير قانونية نحو الأراضي التونسية إلى تونس،
استخدمت جواز سفرها الفرنسي للمغادرة عبر المطار، فأوقفها الأمن التونسي لدخولها البلاد بطريقة غير مشروعة على أساس أنها سترجع أو أنه سيجري إرجاعها إعادتها إلى الجزائر. هنا تدخلت السلطات الفرنسية ووضعتها تحت الحماية القنصلية الفرنسية وأشرفت على تسفيرها إلى مدينة ليون في فرنسا، والتي وصلتها بسلام يوم الاثنين الماضي. قربوا من العاصمة وما غاديين بها على حساب الهضره ديال قال لك هنا كانت تنسيق بين السفاره ديال فرنسا في الجزائر مع السفاره ديال فرنسا في تونس. ابجوج شنقريحة ناس والقذافي لايت ناس. سلام يوم الاثنين الماضي. صحيفة لوموند الفرنسية قالت إن الناشطة بوراوي استقبلت لبضع ساعات في السفارة الفرنسية بتونس قبل الذهاب إلى فرنسا. جوج بمعنى البلاد مترعة هنا وهنا. هذه المسألة ما يمكنش توقع إلا في شي دول اللي هي مرونة، دول هشة، دول فاشلة هي اللي كتوقع في هذه المسألة. بدأت كتبان المؤامرة ديال فرنسا وسط البرلمان الأوروبي ضد المغرب. هذا البرلمان الأوروبي ولا منصة ديال العداء للمغرب. أنا كوميسير مي شير كوليغ، يجب تعليق جميع الأعمال المشتركة مع الرباط وقطع علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب. بالمناسبة المغرب الآن عنده مشكل مع البرلمان الأوروبي ماشي مع باقي المؤسسات، لهذا البرلمان المغربي كان مجتمع اليوم كيهضر مع البرلمان الأوروبي بمعنى كيوجه ليه خطاب فيه انتقادات مزيانة. هذه القضية كنحيو بها البرلمان المغربي، هذه وقفة مزيانة. أولا المسألة الأولى اللي خصنا نعرفو هو أنه ما عندناش مشكلة مع الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته، لا مع المفوضية اللي هي القلب النابض بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا مع مجالس الوزراء، لا مع مجلس الرئاسة للاتحاد الأوروبي. احنا مستمرين وتنشتغلوا معهم. كان الأسبوع الماضي تقرير حول استفادة الساكنة ديال الصحراء المغربية من الاتفاقية الشراكة والتبادل التجاري، وكان إيجابي بشكل كبير جدا كما كان سابقي. كان بارحة لقاء في مجلس مستشارين كذلك بتعاون مع المفوضية الأوروبية مع خبرائها، وهناك كذلك المفوض الأوروبي بالمسؤول عن حسن الجوار كذلك سيحل بالمغرب. إذن ليست لنا إشكالية. إشكالية اللي عندنا عندما البرلمان الأوروبي احنا ما كيخلعناش البرلمان الأوروبي. البرلمان الأوروبي هش، وأوروبا كلها رأى واحد شوية خصا المشروع ديال مارشال هذاك الشيء ديال الحرب العالمية الثانية. Je suis extrêmement blessé de voir la France affaiblie parce qu'elle ne peut pas fabriquer de vaccins. De voir la France affaiblie parce que nos professeurs sont les moins payés d'Europe. De voir la France abaissée parce que notre justice est celle qui a le moins de moyens. Oui, mais qui, à part les politiques libérales que l'on subit depuis 40 ans, ont affaibli la France au point... في 2020 مجموعة برلمانية بالبرلمان الأوروبي، هذه المجموعة قال لك سيدي كتساند الجمهورية ديال القاطع والعجاج. نزاع في الصحراء الغربية في قلب جلسة عامة رسمية للبرلمان بدعوة من مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوريين لمراجعة دور الحكومة الفرنسية في النزاع، ضمن جلسة شهدت أيضا مشاركة وفد ممثل لجبهة البوليساريو والذي كانت له مداخلة حول تطورات الوضع في الأراضي الصحراوية. هي اللي كانت وراء 112 سؤال ضد المغرب في سنة واحدة، وهي اللي كانت هي اللي كدير هذه المسائل. شكون اللي مول هذه المجموعة؟ مولوها الكبرانات. وبدات علاش تحركات دابا؟ شكون اللي فيها في الواجهة؟ فيها ديول البوليساريو. مولوها الكبرانات وتحركات في هذا الوقت هذا فلوس ديال الغاز.